مرحبا بكم في مؤتمر ويكي عربية بمراكش. اسمي رضا خربوش، انا تابع لليوزر جروب ديال الجزائر. انتظاراتي من المؤتمر تاع العام هذا هو التعاون الكبير ما بين المجتمع العربي على بعضه، ومادام في المجتمع العربي كاين تعددية لغوية وثقافية، انايا باغي باش من المؤتمر هذا يتغيروا بزاف حوايج، زعما ندخلوا اللغات والثقافات اللي كاينين في بلداننا في شمال افريقيا في كل البروجيات مشاريع الويكيميديا، وان شاء الله تكون حاجه جديده ومليحه.